أنا أمجد محمد المغفى، خريج محاسبة من جامعة فيلادلفيا سنة 98. اتخرجت واشتغلت في الخليج، بدأت رحلة العمل في الوظيفة في سنة 99 في السعودية على وجه التحديد، واستمرت فترة الغربة طول الفترة هاي لحد 2022. الحمد لله رب العالمين، والدي توفى وهو راضي عني الحمد لله، هو الأب المعلم لإلي. كونه إحنا كنا في الغربة فترة طويلة، عشنا برا الأردن، فكانت الأسرة عنا هي الشيء الأول والأخير، ملجأ الأول والأخير لإلنا كلياتنا أنا وإخواني. فالحمد لله رب العالمين، والدي كان يلعب هذا الدور بشكل جيد، أمي الله يحفظها ويطول بعمرها لعبت هذا الدور التكاملي بشكل ممتاز جدا. فبحييهم، والله يرحم أبوي ويغفر له. زوجتي واقفة معي من أول يوم، من يوم ما بدينا المشروع وما قبل ذلك، الله يعطيها الصحة والعافية. وكل حبايبي وكل واحد من عملائنا بيدخل عنا وبيبتسم في وجهنا وبياخذ من عنا غرض، هو بالنهاية أنا ممتن له لأنه هو بيساعدنا في النجاح المستقبلي. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد أمجد المغثي. بداية أسعد مساك. الله يسعد مساك، أهلا وسهلا ومئة مرحبا. كلك طبعا. في البداية، حضرتك صاحب محل فهرنهايت للمجمدات وبالتحديد في عمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا أمجد محمد المغثي، خريج محاسبة من جامعة فيلادلفيا سنة 98. اتخرجت واشتغلت في الخليج، بدأت رحلة العمل في الوظيفة في سنة 99 في السعودية على وجه التحديد، واستمرت فترة الغربة طول الفترة هاي لحد 2022. تركت العمل بالسعودية ورجعت أشتغل في القطاع الحر. نعم بالتوفيق. بس تحكي لي أكثر عن بداياتك، أنت كيف إجتك فكرة هذا المشروع؟ ليش بالتحديد أنت اتجهت لهذا القطاع؟ فكرة المشروع هي فكرة يعني بتراود كل شخص بالوظيفة بحب أنه يسعى للعمل الحر وللحرية المالية. الوظيفة أنت مهما يعني كبرت فيها بتضلك في النهاية أنت موظف، يعني ما بحكي عنها إنها مش كويسة، بس هي في مرحلة معينة يجب أن تنقطع عن الوظيفة وتتجه للقطاع الحر ولعملك الحر. هاي دعوة للشباب إجمالا، يعني إنه ما يطولوا في الوظيفة، بس برضو ما يتجهوا للقطاع العمل الحر وهو لسه ما بداش وظيفة. يبدأ وظيفة، يتدرب، يتعلم، يعمل رأس مال، يعمل أساس لإله، يبني شخصيته، يسقل العلم اللي تعلمه، وخاصة إذا كان بيشتغل بنفس الشهادة اللي بدأها فترة معينة، وخلص شوي شوي يبدأ ينسحب من الوظيفة ويتجه للعمل الحر. نعم. بس شو هي أصلاً أهم الخدمات والأصناف اللي أنت عم بتوفرها هون عندك للصبايا؟ هلأ إحنا بالأساس إحنا أطعمة مجمدة بطريقة عصرية، هذا السلوغان تبعنا وهذا هو الرسالة اللي بنقدمها والمهنة اللي بنقدمها للناس. الفكرة بالأساس تولدت أولاً هي حاجة، الحاجة موجودة، الزبون موجود عم بطلب شيء من التنوع في مكان متخصص، يجمع له كل الأطعمة المجمدة، يعرض له إياها بطريقة جيدة بسعر مدروس بدون تكلف، بدون ما يعمل يعني شو كبير وإنفستمنت عالي، بإنفستمنت بسيط يعرض له المنتج ويكون فيه تنوع وجودة.
وهذا الحكي اللي احنا بنشتغل عليه بحيث انه الزبون اللي يجي ما يطلع الا هو ماخذ غرضه او غرض بخص حدا من اسرته. يعني لو اجت عائله ممكن شخص من العائله يطلب شيء ممكن ما يكون موجود بنأمن له اياه، ولكن الشخص الثاني اكيد راح يلاقي طلبه ويكون موجود. التكامليه اللي موجوده عندنا في الاصناف من نفس الصنف بيكون موجود اكثر من براند واكثر من سايز، وكلها اسعارها مدروسه، غير انه احنا اطعمه مجمده وبطريقه عصريه وفي تكامليه في المنتج. برضو احنا بنقدم منتجات محليه بحيث انه ندعم الصناعه الوطنيه من ناحيه، من ناحيه ثانيه انه يكون في عندنا دائما منتج موجود في منطقه عمان الغربيه الزبون يامن له ويطمن انه هو ماخده من محل موثوق. على سبيل المثال احنا اجانا بعض الزباين حكولنا بدنا جميد نظيف ما يكونش مسحوب خيره، يكون بخيره كامل 100%، أمنا لهم إياه بالفعل من أماكن صعب الوصول لإلها في عمان مش موجود، اضطرنا نجيبه من أماكن صناعته في الكرك في مواقع معينة إحنا بنعرفها وغلفنا لهم إياها، حتى أورجيكم يعني للصدف غلفنا لهم إياها بطريقة البابلز من أكياس البابلز علشان يسافر برا الأردن. هذه الطلبية طالعة على أمريكا بإذن الله، خلال يومين بإذن الله راح تنشحن. غلفناها بهذه الطريقة، جبنا لهم سمن بلدي، جبنا لهم زيت زيتون. الفترة الجاية إن شاء الله راح ننزله، حاليا موجود عندنا كميات صغيرة، إن شاء الله على الموسم راح ننزل الزيت زيتون البلدي الأصلي. بنحاول دائما أن احنا نضيف شغلة مش موجودة يعني غير تقليدية في محلات المجمدات، نحاول دائما أن احنا نضيفها ويكون في إلنا لمسة بحيث أن الزبون فعلا لما يدخل فعلا يشوف فيه شيء مميز، يعني مش بس مجرد سوبر ماركت عادي او بقاله او محل المجمدات والقطع المجمده، لا، رفوفنا مليانه من خير البلد ومن الشركات المحترمه، وكذلك ثلاجاتنا موجوده من خير البلد ومن المستورد. نعم. فهذه الرساله اللي احنا يعني هذا الفاليو اد اللي احنا بنعمله للمجتمع وبنقدمه. نعم، بس شو العروض اللي هلا عاملها خصوصا بمناسبه الافتتاح؟ هلا احنا بمناسبه الافتتاح، احنا مضى على افتتاحنا الان شهر الحمد لله رب العالمين، اجمالا الوضع جيد. العروض اللي بنقدمها احنا دائما في عندنا عرض شيء جديد، دائما في عندنا عرض جديد، لا يسعنا ان احنا نحصرها، ولكن انتم فيكم هلا تدخلوا بالكاميرا وتشوفوا التاجات وتشوفوا الاسعار اللي موجوده. اجمالا احنا لما بننزل عرض بنلتزم بالكميه انها تكون موجوده دائما. بعض الشركات للاسف يعني بتنزل عرض وبيجيبوا بيجلبوا الناس بس بتكون موجود منه قطعه او قطعتين، احنا لما بننزل عرض بكون في عندنا كميه ستوك كفايه وعندنا اداره مخزون بشكل جيد بحيث انه ما ينزل العرض الا يكون مدروس سعره ويكون فعلا منافس ويكون موجود منه الكمية، يعني ما يكون بس عرض ترويجي تعالوا يا ناس و... فهذه هي يعني هذه الفاليو ادد الثانية الموجودة عندنا. بس شو هي أصلا المشاكل اللي أنت عم بتواجهها بهذا القطاع؟ ممكن ارتفاع سعر الكهرباء، كونه إحنا محل يعني متخصص بالتبريد والتجميد، فإحنا بنواجه مشكلة بارتفاع سعر الكهرباء، مش لأنه هي الكهرباء غالية بقدر ما هو إحنا استهلاكنا للكهرباء عالي، فبيرفع علينا الأوفرهيد في العمل وبيرفع علينا المصاريفنا، ولكن إحنا بنحاول دائماً إحنا نعوض أرباحنا مش من عملائنا، بنعوض أرباحنا من مشترياتنا، يعني من الشركات اللي استوردت، بنحاول دائماً إنه إحنا نضغط ونجيب أفضل الأسعار المنافسة علشان نغطي الأوفرهيد اللي عندنا ونغطي المصاريف اللي موجودة عندنا بدون ما نأثر على السعر على العميل، ويظل العميل دائماً شاعر إنه في عنده فهرنهايت، عندهم صنف موجود برا أغلى من هون، وهون دائما في سعر منافس عن اللي برا، حتى لو اللي برا هذا كان مول كبير ماخذ كميات ضخمه استل احنا بننافس. نعم. الحمد لله. ننتقل الى الجانب الوطني، لو قدر عليك والتقيت بصاحب الجلاله ماذا ستقول له؟ يعني ان شاء الله اول شيء انه يقدر لنا هذا الشيء، و يعني مش عارف يعني يعجز اللسان عن الكلام، بس هو في النهايه هي سعاده وفرحه عارمي، يعني حتكون ليعجز اللسان بصراحة، إن شاء الله إنها تصير يوما ما، ولحاله الكلام فلو رح يطلع. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ الحمد لله رب العالمين، والدي توفى وهو راضي عني الحمد لله، هو الأب المعلم لإلي، كونه إحنا كنا في الغربة فترة طويلة
عشنا برا الأردن، فكانت الأسرة عنا هي الشيء الأول والأخير، ملجأ الأول والأخير لإلنا كلياتنا أنا وإخواني. فالحمد لله رب العالمين، والدي كان يلعب هذا الدور بشكل جيد، أمي الله يحفظها ويطول بعمرها لعبت هذا الدور التكاملي بشكل ممتاز جدا. فبحييهم، والله يرحم أبوي ويغفر له. زوجتي واقفة معي من أول يوم، من يوم ما بدينا المشروع وما قبل ذلك، الله يعطيها الصحة والعافية. وكل حبايبي وكل واحد من عملائنا بيدخل عنا وبيبتسم في وجهنا وبياخد من عنا غرض، هو بالنهاية أنا ممتن له لأنه هو بيساعدنا في النجاح المستقبلي. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر، وين موقعك بعمان وطرق التواصل معكم؟ إحنا موقعنا، الفرع تبعنا موجود، الفرع الأول، وإن شاء الله أنا بحكي الفرع الأول لأنه إن شاء الله إنه يكون في فروع قادمة. فرعنا الأول هذا الآن موجود، إحنا في شارع مكة في مجمع جبر بجانب سوبر ماركت خيرات القدس. شكرا لك. العفو. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن أشكر السيد أمجد على حسن استضافته لنا وعلى أمل لقائي بكم جدا وارساستنا. شكرا لك. شرفتونا.